مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من استوديو بيروت. ضيفنا هو الأب باولو دالوليو، وسأبدأ هذه الحلقة بجملة قالها قبل أن يترك سوريا. منذ أيام جثتي واقفة على قدميها، هي التي تغادر سوريا، حيث أبقى 100%. في استوديو بيروت الليلة، هل ستتغير علاقة المسيحيين بمحيطهم بعد الثورة السورية؟ وكيف يرى مستقبلهم في المشرق العربي؟ ماذا تضيف شهادة حية من الداخل حول حقيقة الحراك السوري؟ أب باولو، أهلا وسهلا فيك باستوديو بيروت. أهلا وسهلا فيك ببيروت. تركت سوريا يوم السبت، يعني أقل من أسبوع. انعرفت جدا خلال الثورة السورية، حتى أن المتظاهرين عملوا مظاهرة اسمها أحد باولو. أنا بعرف أنه صار لك 30 سنة في سوريا، أنت من أصول إيطالية، راهب. مين أنت غير هيك؟ مين أنت؟ أول شيء السلام عليكم. السلام عليك أنت، والسلام على كل المشاهدين في كل الوطن العربي وأبعد منه. يشرفني جدا أن جالسكم جميعا أكون معك اليوم. أنا لم أترك سوريا، أنا يعني طردت من سوريا وجئت غصب عن رأسي، يعني خرجت ضد إرادتي، وبيان في الخارج ضد إرادتي وبإرادتي إن شاء الله وبإرادة كل المحبين للحرية أعود، وهذا إيماني. أنت تتوقع راح تعود؟ الأمور اللي تخص الغيب يعرف الله. علينا أن نساهم، علينا أن نمارس مسؤولية كاملة اليوم، والتوفيق من رب العالمين. لماذا طرد من سوريا؟ يعني شو كان الاتهام مباشرة لك لأن تطرد من سوريا؟ هو شيء مشاكلي بلشت قبل الربيع العربي. مثلا هنا كتاب بهديلك إياه، نعم. إشكالية الاعتراف بالآخر. نعم. بدأنا بنشاطات في الحوار بين الأديان، الحوار الثقافي، في منذ أكثر من 10 سنوات. العمل مع المجتمع المدني على الاهتمام بالبيئة، بالتنمية، بالثقافة، بالحوار الديني. بالنسبة لنا الحوار الديني ليس مجاملات تحت غطاء السلطات، بل إرادة شعبية تبحث عن مستقبل روحي مشترك. اشتغلنا شوي ضد الفساد، وصار في مركب غيمة فوق رأسنا، وبأذار 2011 يعني بمطلع الربيع أنا وجدت إقامتي موقفة، بشهر 11 السلطات الكنسية استلمت رسالة تقول أنه أنا لازم أروح من قبل الوزارة الخارجية. وطبعا الوزارة تعرفي بسوريا الوزارات لسه إلا واجهة، في مثل حكومة هي الستار، وورا في دولة أخرى اسمها الأمن. في دولة أخرى اسمها الأمن. على كل حال، يعني أنا أنه راهب يتحدث عن الحوار، هو مع التنمية، مع تطور المجتمع. بدك تسمح لي أنه كمان ما بفهم ليش يعني طردت بهذا الشكل، بس خلينا نسمع مقطع من أول مرة يمكن الناس عرفتك حقيقة، وهو نداء سميناه من نداء الميلاد، لأنه هذا النداء ظهر على اليوتيوب في مناسبة عيد الميلاد. أنا تركت البلد اللي خلقت فيه من أب وأم، ترعرعت فيه وبحبه، لكن لحقت أشواقي، التزاماتي، لحقت دورا إيجابيا في هذه الدنيا، وجئت سوريا وضربت شرشي ودرست اللغة والتزمت في الثقافة. يعني إذا كان البلد الأول مسميه الوطن الأم، هذا اسمه الأرض العروس. نقول عند النصارى لا يفرقن الإنسان ما وحده الله، وإن يفضل الصمت في سوريا عن الكلام في المنفى.
بهذا النداء هناك يعني أمرين بدي نحكي فيهم. تفضل الصمت في سوريا عن الكلام في المنفى. أنت اليوم إذا فينا نعتبر في المنفى وأنت تتحدث، ولكنك لم تصمت في سوريا. لم أصمت بسوريا أول شيء لأن ما خرج صمت، يعني الكلام بيطلع مني جبر وغصب وتدفق بالدرجة الأولى. سوريا وقعت على اتفاقيات دولية مع الجامعة العربية ومع كوفي أنان بتوطيد حق حرية كل مواطن وكل إنسان شريف أن يتكلم، حرية الرأي وحرية التعبير. فوقعت، طيب أين يعني ما الضرورة أن أصمت إذا حرية الكلام أصبحت معترف بها؟ فتكلمت لأنه البلد عم بيغرق، التزمت الصمت والولد عم يغرق، خلاص يعني ما عاد في صمت. أين يغرق؟ تماما. أنا بدي من الأب باولو دالوليو يعطيني حقيقة شهادة حية. نحن شفناك يعني بالأشياء الأفلام الصغيرة اللي مرقت على الإنترنت، شفناك بالقصير، ذهبت إلى القصير لأنه كانوا المخطوفين مسيحيين. ذهبت إلى القصير لأنه بعض العائلات طلبوا مني مساعدة في البحث عن ذويهم المخطوفين أو المختفيين. نعم. منذ أشهر يعني، فوجدت نفسي مجبورا مأمورا من قبل ألم هؤلاء. وأيضا قلت يعني ألبس رداء الثياب الحوار الديني والوئام الإسلامي المسيحي منذ سنوات وسنوات عند المحك، هذا يعمل أو لا يعمل؟ هذا نظريات أو حياة؟ فقلت يلا المحك يا رجل. فدخلت القصير ووجدت مجلس الثورة يعني يعرفوني ويحبوني ويقولوا عني ومبسوطين انه بزورهم. يعني انا وجدت شفت الصور، انا وجدت حالي بيا اهلي بجماعتي بصفي. فصرنا ندرس المواضيع مع بعض، البساتين راح تحترق لانه الحواجز تبع الجيش بتمنع كل الناس اسلام ومسيحية ان يروحوا يشتغلوا ببساتينهم، المستشفى خرب، المستشفى الميداني يقصف، السلات الغذائية ما بتوصل، الناس ما بيقبضوا معاشيهم المعاشاتهم، ماذا نعمل؟ قلت يلا بكرة بحاول أشوف الجماعة تبع كوفي أنا. فنزلت على الشام وصرنا نحكي مع كوفي أنا، مع جماعة كوفي أنا روبرت مود والجماعة تبعهم. شو طلع؟ يعني أنا بعرف أنه بالأول أنت بداية كنت مع مبادرة كوفي أنان، ولكن فيما بعد قلت أنه يجب أن يكون هناك 30,000 مراقب يرافقهم 50,000 من المجتمع المدني. يعني 3,000 مراقب و 30,000 يعني مرافق. طيب أولا محادثاتك مع روبرت مود وجماعة كوفي أنان في دمشق، هل شعرت أنهم واصلين إلى أفق مسدود؟ أم أن هذه المبادرة هي بداية لنتيجة ما وتدويل هذه الأزمة في سوريا؟ بدي جاوب بمثل بسيط، تعبير بسيط عربي، لح الكذاب على باب الدار. مبادرة كوفي أنان هي عمل متابعة الأمور حتى تظهر بعض الحقائق اللي إن لم تظهر لا يستطيع المجتمع الدولي أن يمارس مسؤوليته، لا سيما بسبب الضغوطات المعروفة. فأنا وجدت رجال ونساء في مجموعة كوفي أنان من كل الدول بما فيها الروسيين يريدون أن يعملوا عمل مهني صحيح، ولكنهم يمنعون، يريدون أن يصلوا إلى مكان المعارك ولكنهم يمنعون، يريدون أن يجمعوا البراهين للجرائم ولكنهم يمنعون. فلذلك من يمنعهم؟
يعني ليش ما بيطلع بيقول كوفي أنان النظام السوري إذا كان النظام السوري بيمنعنا، بدل ما يقولوا على العربية لبعض الناس اللي مع كوفي أنان أنه قوات النظام وأيضا قوات الثورة هن اللي بيمنعونا، هل هذا صحيح؟ الدبلوماسي ما بيشتغل شغلي كل شغلي، عنده أسلوبه. الواقع أنه عند التشاؤم من وقف إطلاق النار الجهتان صاروا ينظموا حال لمتابعة الكفاح المسلح، هذا واقع على الأرض. إذا بتسمح بير باولو نحن رح نتوقف لحظات ونحكي تماما عن تسليح الثورة، رأيك فيها ووضع المسيحيين. نعود إلى برنامج استوديو بيروت وضيفنا هو الأب باولو دالوليو. بير باولو إذا بتسمح كنا عم نحكي عن كوفي أنان، أنا بدي منك يعني أجوبة سريعة عن بعض المواضيع السياسية قبل ما نحكي عن وضع المسيحيين. حكيت عن رأيك في قصة كوفي أنان، هل أنت مع تدخل أجنبي في سوريا اليوم؟ أنا مع تدخل أجنبي مضاعف، وأطالب بالمجتمع الدولي في ممارسة كامل مسؤوليته دون أن تتخبى وراء مفهوم لعدم التدخل المسلح. عدم تدخل المسلح معناته الضعاف من الأشخاص في الوجود، التزام اقتصادي رهيب، عمل ميداني كامل. أنا راهب ملتزم في مفهوم العنف، تحدى وأطالب المجتمع الدولي في أن يلتزم كليا في إيجاد حل غير عنيف فيما يخص سوريا. الأمور تأخرت، تفاقمت، صارت رهيبة جدا، أصبح الأمر أصعب بكثير. تدخل أجنبي يعني قوات أجنبية، قوات دولية تقصف في سوريا؟ لا 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 لا. أنا كنت وطالب المجتمع الدولي ليأتي ب 50,000 مرافق ومراقب للحضور بين القرية التي في خطر أنه بيهجموا عليها، أن يسكنوا مع الناس، يبقوا مع الناس، ينزلوا في المظاهرات معنا، يكونوا مجتمع عالمي مدني مع المجتمع المدني السوري لتوطيد الحرية وللحركة تجاه الديمقراطية الناتجة التي هي من حقنا. نحن ما بنشحذ من المجتمع المدني العالمي، المجتمع العالمي لازم يعطينا، لازم يشتغل معنا حتى ناخذها نحن بأيدينا، وهن ما بيمنعونا. أما الوضع الحالي هن عم يغطوا للطغاة كما كان في الماضي، لأسباب. إسرائيل لها مصلحة في الحرب الأهلية السورية، إسرائيل وغيرها عنده مصلحة في الحرب الأهلية السنية الشيعية، والحق بيروح بالطوشة، هذا لازم يتوقف. نعم بير باولو، تسلح الثورة، بتعرف أنه المعارضة بدأ التباين فيها بأنه ناس هي مع تسلح الثورة أو الجيش الحر، وناس مع عدم تسلح وإبقاء الثورة بمظاهرات سلمية وعصيان مدني، شو رأيك اليوم؟ أنا بدي أحكي لك قصة. شاب واحد بيمثل الكل، هذا كان بالجيش العربي السوري مشان يروح يحرر فلسطين، ولقى حاله مأمور أن يطلق النار على أولاد حارته وابن عمه وبنت أخته وجماعته شعبه، ضميره قال له بكفي، ما بيمشي الحال. فطلع من الجيش بيدور على مين بيحسن يوقف هذه الفضيحة. وجدته كنا سوا بالسيارة عم نرجع جثة من إنسان عامل طلع من معمل ورجع بيته وقتلوه مع 12 آخرين من نفس المعمل عم بيرجع بيته إلى قريتهم اللي حظها ما كويس لأنها غرب العاصي. فعم نرجع الجثة إلى الدعاء تبعه الزلمة لحد نسلمها لأهله. وقفنا لشغلة، قال لي أبونا هيك، هو مسلم، اللي أبونا نحن هيك بسوريا، نحن المسيحي بيقول للمسلم شيخنا. أبونا أنا ما بدي لا جاه ولا مال، أنا فلاح بدي أرجع أفلح أرضي حرا في سوريا حرة. تحية.
تحياتي لك يا سوري الشريف. اليوم على كل حال هناك طائر يعني من طيارين الجيش السوري أخذ أو هرب في طائرته إلى الأردن، بتفسرها سياسيا؟ يعني بتفسر أنه هناك انشقاق في الجيش بدأ، أم يعني الصورة هي أنه الجيش السوري هو متماسك جدا خلف النظام حتى لو كان في انشقاقات؟ يعني أنا لست خبير بالشؤون الاستراتيجية. نعم. الرجال داخل الجيش في تمزق أخلاقي أدبي بين الالتزام في الجيش في بكل ما يمثل أيضا كرمز الوطن، وخوف على الشعب. لازم نقيم هالأسطورة أنه كل العلوية مع النظام، هذه أسطورة بشعة. أنا بعرف من العلويين اللي إجوا للدير يبكوا رفقاتهم المقتولين عن يد النظام. أنا بعرف من العلويين اللي بقيوا في معتقل النظام سنوات. نحن عم نشتغل في السلم الأهلي، هذه سوريا الحقيقية. طيب بس ونحن ما بنتنازل عنها. هيدا في تسلح، يعني في ناس عم بتقول في قاعدة في سوريا، في أحزاب متطرفة جدا. أول شيء القاعدة في سوريا مانا موجودة من هلا. القاعدة في سوريا موجودة من قبل، وسخرت في ذهابها إلى العراق، استخدمت في أوسخ الوظائف في لبنان. نحن كتبت في رسالة مفتوحة لكوفي أنان، قلت له بتعملوا حالكم في الأمم المتحدة كل هالقد يعني أولاد الحضانة؟ ما بتعرفوا أنتم وقت انفجارات دمشق أنه هناك مستنقع يعمل فيه ويسبح فيه كل السمكات الوسخة من المخابرات والمافيات والتطرف الديني، وأنتم تعرفون هذا. نحن نريد مجتمع عالم يريد أن يخرج وينتهي من هذا المستنقع ويتحمل مسؤولية التمدن. مشان هيك تسلح الثورة هو خطير، لأنه ممكن السلاح يروح إلى هالمجموعات. التسلح خطير والسلاح تروح إلى كل مكان، وما في شك أنه التطرف الديني الموجود في الشرق الأوسط، وهو موجود، له من وسائل التمويل الشيء الكثير. فلذلك على الثورة السورية أن تضع ضبط الجماعة كتوب برايورتي، الأولوية الأهم. لكن وهذا أيضا ذكرت لكم فينا، قلت له الموجودين في الفئات المتطرفة هذول أولادنا، هذول ما هم جايين من كوكب آخر، هذول أولادنا، عنا مسؤولية أخلاقية في إعادة تأهيلهم. هذول بدنا نطلعهم من التطرف إلى إعادة تهيئة والاهتمام الديني الثقافي حتى يرجعوا للمجتمع. وحتى الانفلات الأمني في سوريا اللي فيه الشيء الكثير المخطط، هذا الشباب والرجال في منه 30 واحد ملتمين إجوا هاجموا على الدير اللي كنتوا فيه بالدين، وعشرين شباب دير مرموس. هؤلاء الرجال يعني كلمهم الرهبان والرهبات بدهم يضيفون شاي وكذا، لقوا حالهم في عالم آخر، بلشت تظهر إنسانيتهم. فهدول بدنا نرجعهم، هدول جماعاتنا بدنا نرجعهم. دير باولو، في حرب أهلية في سوريا؟ يعني أنت تركت من 5 أيام، عندك شعور أنه هناك حرب أهلية قد بدأت في سوريا؟ في سوريا في ثورة وحرب أهلية. أنا كتبت رسائل للدبلوماسيين بحزيران 2011، قلت لهم أن الحرب الأهلية بدأت وكل الحق عليكم وعلى الدول تبعكم بما فيها الدبلوماسية الدينية. والثورة قائمة وهي حقيقة، وهي تجمع سوريين من كل الأطياف، والحرب الأهلية أيضا قائمة على خط العاصي وعلى على الساحل السوري، وهي كارثة وطنية. ولذلك علينا اليوم أن نقول للأطياف المتحاربة تعالوا إلى كلمة سواء. الموضوع ليس بشار الأسد يا سيدي، موضوعك ثانوي، هون في وطن، هون في ناس. ما بنقبل مطلق أن يكون إنسان أهم من وطن. فالحالة هلأ
تعالوا الى كلمه خلينا نشوف، قلنا اتركوا لهم، اخذوا كل سلاح البلد اللي كانت لازم السوريين لاجل تحرير الوطن العربي اخذوها كلها لجبال العلويه. صار هناك سلاح ليوم السلاح لباس، خلوها معكم لتصدي. اطلبوا من كوفي انان وجماعته، من بان كي مون وجماعته، من باراك اوباما وجماعته، من بوتين وجماعته، من ايران، من كل الناس، تعالوا حطوا قوات دوليه لحمايه الجبل العلوي، لحمايه الحرائط العلويه في دمشق. هذا تقسيم، لا بالعكس، هذا تقسيم سوريا، هذا دوله، هذا عكس التقسيم، لانه الشعب يريد ان يكون واحدا. هلا الشعب عم بيعيش تحدي الحرب الأهلية، الناس عم يدبحوا بعضهم بالشارع، مدفوعين بمن يريد أن يستفيد من هذا ليحمي النظام القديم. نحن لكم يا وقفوا تنفسوا رواء، خذوا كم شهر وقت لا تفكروا. بعت أنا كل ثقة أن سوريا أود أن تكون الحلبة للمقاتلة السعودية الإيرانية، والصراع السني الشيعي، والصراع الروسي الأمريكي، و تكون مكان الوفاق والوئام. خلي لغة السلاح تنتهي، لأنه كل واحد أخذ حقه، خلاص نحميكم ثم نحكي ونوصل لشيء. أنا بقول لك السلاح راح صدي من جنوب لبنان إلى طهران. عم نحكي بمحور شيعي. هون المشكلة. نعم، بير باولو، ما معنا كثير وقت، بدي احكي شوي عن المسيحيين. ميشيل كيلو امبارح عمل مقال خطير جدا وقال الكنيسة ليست بخير، أعطى كثير من الأمثال، وأعتقد الحادثة المخيفة التي تحدث عنها أنه أحد مطارنة دمشق قد سلم الشباب إلى الأمن. لأين يذهب المسيحيون في سوريا؟ أول شيء في مطارنة ما بيسلموا شباب إلى الأمن، لأن هن ذاتهم أمن. نعم. فلا شيء غريب عن السوريين، حتى السوري العادي بالشارع ما بيستغرب. وتحياتي لميشيل كيلو الصديق العزيز. الكنيسة سخرت كأدوات لتوطيد الأنظمة الدكتاتورية في سوريا. الحرية الدينية الحقيقية، كل واحد يصلي مثل ما بده في سوريا، هذه ما في حدا بيهدي لنا اياها، هي من حضارة العرب والمسلمين والمسيحيين واليهود العرب أبا عن جد وقرن عن قرن. لباس بيت الأسد فهموا أنه هذا شيء ضروري للحفاظ على النظام في سوريا، وسخروا بطريقتهم. اليوم خوارني مطارنا متعودين، ما في كلمة بيقولوها غير بياخذوا إذن، والمشايخ نفس الشيء، الواحد ما بيطلع على المنبر بيقول ما يشاء. بس حتى الفاتيكان ما في عنده موقف حاسم بالموضوع. الفاتيكان شارك مرتين في لقاء أصدقاء سوريا. نعم. الفاتيكان شارك في تونس وشارك في إسطنبول، والبابا حكى ثلاث مرات. المسيحيين في سوريا مع مين؟ المسيحيون في سوريا خائفون غاية الخوف، ونجح النظام في تخويفهم مثل العلوية. المسيحيون الوعيون موجودون في المعتقل مع الوعيين المسلمين ومع الوعيين العلويين. الشعب المسيحي في خوف، معظمه في حالة حيادية، والبعض للأسف الشديد وبتأسف كبير يتآمرون مع النظام الأمني. بير باولو، شو رأي الكنيسة فيك؟ الكنيسة في أنا عندي كثير محبوب في الكنيسة، ولو بس المشكلة أنه تعرف في الأديان بيصير شوي من الأنظمة. أظن أنه المسيحية ما تعلموا الديمقراطية في الكنائس، فالإنسان الحر اللي بيحكي بحرية مزعج. باولو دالوليو، شكرا لوجودك معنا في استوديو بيروت وفي بيروت. انتبه على حالك. بدي تسمحي لي. نعم تفضل. ننهي بلبس المشروع كله. نحن نريد ان نخدم المصالحه، وهي اغصان زيتون، وهي الوان وطننا، وهدول شهدائنا. المصالحه هي مستقبلنا ونحن ملتزمون فيه، ولا مصالحه بدون ديمقراطية ناضجة، بدون حرية الرأي،
بدون إنسانية حقيقية. فسوريا أنت فعلا تتجهين إلى الخير والسلام والمصالحة، والسلام عليكم. شكرا بير باولو، شكرا للمشاهدين لوفائهم، وإلى اللقاء الأسبوع المقبل.